عشان لا تضرر. والله بغيت اقوم بس قسم بالله تعبان تعبان، يا دوب يا دوب قدرت انام. نروح نلعب الحين؟ ما اليوم تخبرت العصر والحين والله ماشي. والله شوف ماشي. دحدر دحدره بس لا تلعب. اخبارك؟ الحمد لله. انا من اسبوع ما شفتك والله. استغفر الله استغفر الله. لا اله الا الله. عبد المجيد لي يومين ثلاث ما كلمته. حرق نو. تو كان بشارك كذا مره بس امسك نفسي امسك اعصابي ما بيشارك. انا قسم بالله ما ودي احد يشاركه مره. يا اخي قسم بالله انه كلامه ما ادري شو ما ودي انه احد يشارك في هذه. يا اخي واحد شارك مثل شباب خلص. مش ضروري انه كل واحد اثبت وجودي بمشاركه. لا يا اخي قسم بالله تسمع من الضيوف والله رهيب. تستحق تستحق لهم نعم. تعال تفضل تفضل وشارك. اطلع اطلع يا ابن مجيد. ابى اشارك الحين عندكم دائما ما شارك. يما الغالين شلونت يما الحلوين شلونت شلونت يما الحلوين شلونت. ما قلت انهم ما تستاهل تستاهل يما الغالين شلونت. عندك ضيف حاب تسمع له. خلاص شاركت. اذا ما شاركت هنا تشارك امك باي وقت تشارك. اعطوك ابره صح؟ مو لازم بث 24 ساعه. اعطوك ابره. سولف عن امك 24 ساعه. اللي ما يسولف عن امه انا اعلم امي عليه عشان تهاوف. انا اعلم امي عليك. اشكركم على حسن استماعكم. والله اعطوني ابره. تبي هذا؟ اي والله اعطوك ابره. والله اعطوني اني ما انك ترك... كنت منتهي والحين صرت رجال. لا والله شوف اعطوني ابره واني الحين ما اشوف الدر. والله لكن والله العظيم انه مشوا الموضوع. يا اخي انا استنست على وقف ودك. بدايته كان وقف ام الحنونه عشان اتفاعل زياده الاول. اي والله والله تعال الحين اللي سمعناه تبرع عننا 5000 عن امي وام الحنونه. ليه ما جانا درع؟ درع يا ولد تدري الدرع الحال. ايوه الدرع حلو تخليه عندك. الدرع الحال ومكتوب عليه ام الحنونه. ايش رايك؟ اي والله ويلي لو هذا استلمه هديه هديه على طول. اي بس لازم اسم. اسرق اسرق واحد من الدروع. يا ترى ما السرقه ما هي زينه. مو سرقه حطه في جيبك روح. ما هي سرقه اذا جاك بس. لا لا كلم كلم شو اسمه كلم حسن البارد. تجي هديه تقدمها لامك ما هي مسروقه. هديه من قلب احد معطيها امك تشفع له. ولا رحت للقيامه يقول معطي امك هديه مسروقه. وين جايه؟ ولا اله الا الله يا شباب معليش. لا الله محمد رسول الله. في ودي افضفض شوي ترى والله. طلع بالك واضح انك متضايق. في حاجه من شوي كنت بتشارك. خلي خلي يقول. وش المشاركه سعد اللي من شوي؟ شفتك رافع يدك من بداية. الله ربي يعافيه ان شاء الله. ترى ما سمعت توفر. الله يعافيه ويشفيه بنعمه. امين يا رب. ذكر قصه في بدايه الكلام وهو يمكن ما انتبه راها من جانب وما شاف الجانب الثاني. كنت يعني بحاول اصحح الفكره كذا بس مالكت نفسي قلت ما اقدر يمكن ما اوصل الفكره بشكل مناسب. خلني اهدى خلني اهدى بس ما ادري شلون. وهي في خاطري قال ان امي كانت في المستشفى. امه قالت انها كانت تعبانه وكان يقول اتالم من الالم اللي في امي انها تعبانه. ثم ذكر الالم اللي على نفسه وايضا اتالم من الالم اللي في بطنه لانه كان تعبان ان امه هي اللي يعني التغيير وكذا. الله يعني هذا الامر حسسه انه يعني في مكان ضيق في هذا الوضع انه بعد لو امه يعني الله يطول عمرها صار وش بيصير في وضعه. لكن انا ابى اشوف الجانب الاخر جانب الام نفسها. يعني انا اعتقد الام كانت يمكن تتالم ايضا المين يمكن الم المرض او الم المستشفى وتتالم تفكر في ولدها لو انها بتتركها في هالدنيا وش بيصير فيه. صح شفت كيف؟ يعني احيانا انا مره قد سمعت ام او قصه ان وحده تقول الله يطول عمري عشان عيالي. بقول لكم شغله يعني بس ما تزعلوا في هالامر يعني ترى ما في مثل الام على الولد مش حتى يعني 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 الزوجه او كذا الام غير. ف لكم السلام عليكم. ففي يوم من الايام صحيح هذه تعبت ام محمد وما ادري شلون قالتها في حاله ضعف حاله تعب قالت يعني انا لو مت اخلي محمد ومشاري ونواف المين. وين اخلي إيه؟ محمد ومشاري ونواف المين. يعني زوجتك. نعم. انا استغربت من السؤال يعني هذا قلت ايش ادعي هالسؤال ما في تسلل العافيه ولا في كذا بس شوف شلون تفكير الام هذه الفطره
اللي تفكر فيها الأم على أولادها. أنا استغربت من هذا، لأن الشيء هذا ما حسيته، يعني ما أدري يعني كيف كان، يعني أبي أفكر، ما أفكر في الكلام بس أفكر وش تحس فيه بالضبط، أنا مش عارف أني أرد عليها كيف. فقالت قلت طيب موجودين معي ما فيني معاه فيها. قالت تفاول علي بعد، قلت ما تفاول، أنت تفاول علي عمره تقولين إني بجيت شيء ومن هو خليه، لا ما هو بذل الأمر. فقالت أنت بتروح أنت وياها الشباب بتروحون يمكن تتزوجون، لكن العيال عند مين يقعدون؟ شو كيف نظرة الأم وهي في تعب بسيط، كان أعتقد كان حتى حرارة أو شيء بسيط يعني، فما تفكر تقول بدعين الله يعافيني ويشفيني، شايلة هم مرض ثاني أو هم ثاني، والهم مرض، هم الأولاد لو قدر الله وصار لها شيء. أنا ما كنت أفهم صراحة بهالموضوع، متى عرفته؟ لما جيت هنا واستفدت بعض الأمور، بديت أجمع خيوط في راسي، الكلام هذا شلون، الكلام هذا شلون، قصة بنعمة اليوم شلون، يعني تعرف لي شلون، لأني أنا ما حسيت بهذا الشيء يعني ما. فصار اللي صار، قول شوي، وذكر حال نفسه لكن ما وصف حال أمه، لحقته وهو طالع قبل شوي في الفاصل، وقلت له وش أمك؟ قالت شيء طلعت، قالت دعت لي، قالت لاحظ دعت لك، بس تدري كانت يمكن تدعي في نفسها أن الله يطول عمرها ويعطيها صحة والعافية عشان تكون موجودة جنبك. تفاجأ طالع فيني، قال شو اسمك أنت؟ عطتها اسمي وراح. بس يعني هذه حقيقة، يعني احنا احيانا تفكيرنا يفكر في قالب بسيط، قالب حاجتك النفسية انت، لكن ما تفكر الشخص الاخر وش يفكر فيه تجاهك. ممكن تتوقع اي تفكير تجاهك الا تفكير الام، تفكيرهم صعب واحد يتوقع. انا كنت جالس افكر اول سرحان في هذه الامور، يعني قياسا على امور كثيرة منها، يعني معلش بعيد عن أمر هذا يمكن أشطح شوي فيه، الطلاق صح في حب بينك وبين زوجتك بس يمكن يصير طلاق بينها، الطلاق هذا قد يكون فيه عدم، يكون فيه رحمة، لكن الأم لو أنت مسجون، لو أنت غلطان، لو أنت سويت أو حتى عقيت فيها، لو أنت مزعلها ومزعلها حبيت رأسها تسامحك كل شيء صح، لكن الشخص الآخر ما راح يسامحك أبدا إلا أمك. فهذا يعني السر العجيب في معنى كلمة أم، كلمة كبيرة بحرفين ألف وميم، مرادفها أب أخ أخ طبعا هذه عادة، فحرفين حرفين هذه معنى يعجز التفسير يعني عن طريقه. فيصل قال ما أعرف، ما أكثر أكتب قصيدة يعني، وهو كل يوم يعطيك قصيدة وانت جالس، لكن أمه ما قدر. وش هل المخلوق العظيم الموجود في هالدنيا، وش هالجنة اللي في بيوتنا ما يحسون فيها الناس، كلهم قصر ما يحسون فيها، يعني يعقونها أو حتى وإن صلوا وصلوها تلقى في تقصير. ذكر قصة الرجل اللي شايل أمه على ظهره وقال إنك يعني تنتظر وفاتها، وهي كانت تنتظر متى تكبر ويتغير لك. فلاحظ كيف التفكير. فحسيت إن كل الناس مقصر، هذا كان كذا شلون؟ كيف نبر؟ يعني احنا نجاهد انفسنا عشان نبرهم، ونجاهد مثل ما قال رجل ارجع وجاهد عند ابوك وامك، فجاهد وجاهد، بس هل هذا الجهاد بيوصل؟ هل تنتصر في الاخير؟ صدقني تنتصر. شو صوتك؟ طف السماعات يا جماعه، لان كاس المويه هذا اللي بتعطيه اياها ممكن هو اللي يعني تخليها راضية عليك. أخوي سعد تو قال كلام عن أمه قبل ما يبدأ القصيدة أو الشيلة، تلعثم أكثر من مرة، فقال ما أعرف، ثم قال كلمة بسيطة أحبك. يعني بنشوف أي واحد كلمة بسيطة أحبك، لكن أبي واحد يسأل أمه الآن وش ردت فعلها لما سمعت ولدها يقول لها يا يما أنا أحبك قدام مليار مشاهد، كيف وضعها في قلبها الآن؟ محمد لبك. قلت يا كل ما جيت احاول اكتب قصيده ما عرفت، استصرت الكلام يا اخي، استحقرتها عن جد جد والله، قلت الكلام ذا قبل شوي للشباب. اي ها انا والله العظيم اني اكتب قصيده، ما شاء الله تقول اعطني قصيده اكتب لك، لكن على ما عرفت اكتب يا اخي، صعب
صعب تعبر عنها شعور صادق يعني قسم برب الكعبة شيء عظيم. سعد لو يقول لهم مثلا نقول مثلا لو ودت وين وين تقول هذه يا اخي لو انهم مسافر مثلا لو رايح مكة رايح عمره وراجع مع انه حاط مثلا اولاد يمكن تحطها عند امها الام تحط الاولاد عند امها تحط عند واحده من اخواتها تحط عند جدتهم بس قسم بالله انها تكون شايله هم وطول ما هي في الطريق على اتصال ايش صار وايش صار ولدي وولدي تخيل فما بالك لو كانت ايش قالت تودع. بس انا ما كنت افهم هذا الشيء الى الحين تفهمت والله يا جماعه كلنا مهما قلت انا شو اسمه انا بار بامي الا ما تكون مقصر بحقها الله يغفر لنا زلات بس يا امي اقول احبك يا امي يا اخي تحس انك تستحي وانت تقول هالكلمه قلتها ليش يا اخي تحس انك تقلل من شأنها لما تقول يا امي احبك تحس فيه كلام اعلى من كلمه احبك بس ما تدري وش هو يعني في تحس فيه كلمات جديده احنا ما ندري عنها عشان نعبر عن امهاتنا فيها انا قلت هذيك الايام يوم كنت اقدم فقره مره انا كنت اقرا في كتاب زين ومريت كذا على يعني عباره سريعه يعني اتوقع حتى الكتاب ما اعطى لها اي اهتمام بس هالعباره شدتني يا الله يعني من كل اللي في الكتاب ما شدني الا هالعباره وشي وكان يقول يعني الام وشي هل هي ملاك هل هي بشر هل هي انسان هل هي مخلوق مثلنا طلعت اجابه وهي اللي في الكتاب اللي عجبتني واتوقع انها اكيد تعجب الكثير منكم الاجابه هي انه الام هي رحمه الله رحمة الله على هيئة إنسان يا أخي لو تسوي أي شيء في الدنيا لو تسوي أي شيء في الدنيا أمك تسامحك عنه سبحان الله يقولك ما في مرة شيخ مرة ولقت عوارضك مرة الشيخ حجاج العجمي هلا تكلم عن الأم زين وقال تخيلوا لو جاي يعني يوم القيامة وقال لك الله إنه أمك اللي بتحاسبك أمك اللي بتقول لك يا ولدي ادخل الجنة ولا ادخل النار وش الشعور اللي بيجيك يعني تخيل انه انت كذا بتوقف قدام امك وهي اللي بتقولك يلا يا ولدي روح الجنة وش تتوقع امك بتقولك وش تتوقع يا اخي تحس انت براحة نفسية انه انت بتروح تقابل امك هي اللي تعرف مصائبك هي اللي تعرف بلاويك فاكيد بتسامحك وبتعفو عنك وبتقولك يا ولدي ادخل الجنة زين وهذه ترى رحمة واحدة منزلة من اصل 99 رحمة هي عند الله سبحانه وتعالى الله نزل على هذه الدنيا كلها رحمة واحدة وعند الله سبحانه وتعالى 99 رحمة فما بالك برحمة الله لما أنت تقف قدامه وتقول أحس أن أمي بتقول لي يا ولدي ادخل الجنة فما بالك بتسعة وتسعين رحمة وش بيقول لك ربي موقف صدق يعني لو تقعد تتأمل لين تموت ما أنت بقادر تتخيل وتستوعب الشيء اللي يصير لك هذه الأم وما أدراك ما الأم كذا أقول لك أنها كل شيء لولدي كل شيء لولدي ممكن اي شيء تسويه يعني بس ما حد يقول لولدي شيء ولو انها تدري حد ولدها يمكن غلطان بس ما ترضى فيه اللي تغلط نفسها عشان ولدها تحط الغلط عليها حتى لو كان مو عليها عشان ولدها يسلم عشان كذا الرساله قصه اتذكرها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه او الاعراب لما كان بيتوفى وقالوا شو اسمه وكان يحتضر فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يلقن الشهاده وما قدر ينطق الشهاده اتوقع في معنى الحديث فمن كلام الناس انه كانت امه غضبانه عليه نادى امه قبل لا يموت ارضي عليه عشان ايش ينطق الشهاده ما رضت مره مرتين ثلاثه قال يعني انت خلاص وابني لك يروح النار قالت يروح النار ما عنده مشكله قال خلاص جيبوا نار شبوا النار واشتد الجمر قال احملوه وارموه في النار لما هذه صرخت لا خلاص صريت عنه دنيا واخره والله يرضى عليه فتخيل انه بس ايش ممكن حتى زعلها انه يكون ايش لو خرج عن الطور مو من قلب زعل الام لما حست انه لا الموضوع جد وانه لا رايح النار رجعت للورا ورضت عنه دنيا واخره عشان كذا اقول الرساله الواضحه اذا انت عندك هذه الجنه في البيت او موجوده في الدنيا عايشه الله يطول عمرها ويحفظها امين فرح للجنه لا تبعد على الجنة خلك عندها مهما كان أوصلها إن كانها يعني راحت الجنة عنك أوصلها بعد
تبرع لها، تسدد اي شيء، ادفع اي شيء من مالك عشانها. فرصة والله الوقف. يعني اختم القرآن بنيتها، اعتمر عنها، حج عنها، تصدق بأحد الأوقاف مثل هذا الوقف الآن موجود، أي شيء. أنا كنت أقول أمس مع وليد إن في شخص يقول يمكن أقدر أحيي أمي وهي ماتت، وشو فيه؟ يبقى لها شيء يمشي، أجر في الدنيا. صح. كيف أجر في الدنيا وهي موجودة في القبر؟ أجر في الدنيا لأنها في صدقة جارية تمشي لها. يقول انقطع عبد، انقطع العمل لمن ثلاث، أنا الحديث صدقة جارية، عمل أو علم نافع انتفع به، صدقة جارية، وولد يدعي الوالدية، وكما معنا الحديث أنا بس عشان ماني مترتب عندي أفكار زين. فأنت تدعو لها وتقيمها صدقة الجارية. تخيل إن عثمان إلى الآن موجود 1433 سنة، كنت أقول الوليد موجود، أوقافه وقف رضي الله عنه، وقف كذلك كذلك وقف المصحف الشريف الملك فهد رحمه الله اللي صار والآن موجود والآن مستمر في طباعة المصحف الشريف. كم واحد يقرأ في رمضان؟ كم واحد كتب هذا الأمر؟ هذا وقف، شوف الأجر اللي يتجدد بالشكل هذا. ترى فهذا الذي أقصده. محمد تسمح لي بفطرة؟ هذا وش هذا نوع من انواع الكوميديا. الله. هذا جزئيه وفن.